انضمت إلي بالاستوديو كاتبة، هي صديقة، هي فنانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فنانة منوعة شاملة نقدر نحكي، كتير عملت شغلات لها دخل بالفن، من تدريس، من عمل مسرحي، وأيضا الكتابة هي مبدعة جدا فيها، والآن نحتفل بكتابها رواية طوق اللؤلؤ. الكاتبة سارة سمور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يارا، مساء الخير لإلك ومساء الخير للمستمعين. سارة، بداية حابة أعرف منك متى بلشتي وبدأتي بالكتابة؟ كتابة من وأنا صغيرة، من الصغر كنت بحب اللغة العربية كتير وبحب التعبير، وأنا شخص خيالي جدا، والكاتب دائما بيكون حساس هيك، مرهف الإحساس، دائما بيكون مرهف الإحساس ودائما بيكون خيالي كتير. فهو من الصغر كنت بحب مادة التعبير تحديدا، وطورتها ونميتها عن طريق القراءة والكتابة. هي الشغلة الوحيدة على فكرة، تطوري الكتابة عن طريق القراءة، تقرأي كتير وتكتبي. عن إيش كنت تكتبي بشكل عام؟ يعني خواطر مثلا؟ كانت بلشت بالأول بخواطر بمواضيع معينة محددة، بعدين صار يتطور الموضوع أكتر عندي لخيال أشخاص، أتخيل شخصيات وأعمل حوار بين الشخصين أو ثلاثة، إيش هو، بس يكون دائما المشهد فيه رسالة. إذا بتتذكري كنت أنزل أنا بوستات على الفيسبوك، كان في دائما مسج رائعة، كان دائما في مسج من الحوار، خلص ببلش بينهي بدقيقة بتكون وصلت المسج. المنشورات اللي كنت تحطيها على الفيسبوك بشكل عام كتير كانت مؤثرة، ويعني بتخيل أي حدا بقرأها بيلاقي حاله فيها من زاوية مختلفة عن الآخر. مزبوط. هذا الحلو إنه هي مبنية على المشاعر. مزبوط. فهالقد حقيقية وهالقد بتكتبي من قلبك. حضرتك كمان أم لطفلين بجنن، الله يخلي لك إياهم. يعني من اللي بسمعه بشكل عام من الأمهات إنه عادة الأم بتفقد هواياتها لأنه ببطل في متسع من الوقت لأنها ضلها تحافظ عليها، فأنت كيف حافظتي على هاي الموهبة أو هاي الهواية؟ هلأ هي وقتها أكيد بضيع، غير لما ما تكون أم، ولكن هي باستطاعتها إنها تدير وقتها أكثر من هيك. أكيد أولادها ما بضلهم سهرانين لآخر الليل، المفروض، من المفروض، فهي بتقدر تعبي وقتها بالليل، بتقدر تعبي وقتها لما بيكونوا بالمدرسة. بعرف في أعمار معينة بتكون الأم دايما مع أطفالها أكثر من أعمار تانية، ولكن ما تقول خلص وقفت موهبتي، يمكن تعملها ستوب أو تعملها بوز أو تطفيها شوي، بعدين بترجع بتشغلها مرة تانية لحتى أصلا هي تضلها تعطي أكثر. لازم تعطي لحالها، تعطي لشغفها عشان تعطي أولادها ويكونوا دايما شايفينها بأحلى صورة. رواية طوق اللؤلؤ قدي أخذت منك وقت وأنت بتكتبيها؟ أخذت مني وقت كتير، لأنه كمان نرجع نقول أنا أم وعندي عملي الخاص وعندي أنشطتي زي ما بتعرفي، أنشطتي التانية، فأخذت مني وقت، ما بقدر أقول لا. فهي قرابة السنة وأنا عم بكتب فيها. شو كان إلهامك لا تكتبيها؟ شو كان إلهامي؟ إلهامي كان في صديق لإلي، هو اللي شجعني أني أكتب هاي الرواية. أنا كاتبة مسرح مثل ما بتعرفي، فما كان براسي بالمرة أني أكتب رواية، هو شجعني وألهمني أني أكتب رواية. إذا بيسمعني فأنا بقول له شكراً لعلاء الجنيدي، هو اللي شجعني كتير لأنه أكتب الرواية. بلشت فيها، صعب الموضوع، ما بقدر أقول لك أنه سهل. أنت عم تكتبي حوالي 350 صفحة قصة كاملة، عم تبنيها دراميا وعم بتكوني عم بتديري الأفكار، قدي صعب، بدك تشبكي الأحداث وبدك توصلي المسجز أصلا من خلال الأحداث، غير إنك بدك تفوتي بالشخصيات وبدك تفوتي بماضي الشخصيات. يمكن الناس ما بتعرف شو ماضي الشخصيات، بس الكاتب لازم يكون عارف عشان يعرف كيف بده يبني الحوار وكيف بده يبني التفاصيل الموجودة بالرواية. أصلا طريقة حكيك عن بناء الشخصية بتدل على أنك كاتبة مسرحية في الأساس، لأنه الكاتب المسرحي دائما بيفكر بماضي الشخصية قبل ما أنه هي كيف شكلها. لما نحكي مثلا شخص عنده لازمة معينة بحكيه، ما بنقدر نحدد أنه عنده هاي اللازمة من فراغ، لازم يكون في سبب أو موقف كون هاي اللازمة. يعني هذا مثال بسيط. تم تشبيه روايتك بأنها، كتير حبيت هاي الجملة، عمل دسم شهي كحب التوت بري ممزوج بالرشاقة اللغوية. احكي لنا أكثر عن الرواية. أوكي. الرواية بتحكي عن خمس شخصيات بيشتغلوا في مطعم،
وحددت المطعم، لأنه يمكن الناس اللي تشتغل بالمطعم لما بتروحي بتطلبي أو بتروحي أنت لترفهي عن نفسك، إحنا بننسى هاي الناس اللي عم بتخدمنا أو بتقدم الخدمة، بننسى إيش في بحياتهم أو إيش في أسرار بحياتهم. تحديداً كان هو المطعم بيشبك هاي الخمس شخصيات بحاضر معين، بيشبكهم مع بعض بأحداث معينة، وفي لكل شخصية ماضي. هذا الماضي رجعت فيه فلاش باك لكل شخصية، هذا الماضي بيكشف لنا مع الوقت إنه طوق اللؤلؤ هو مشبوك بكل ماضي فيهم أساساً، والحاضر تبعهم، وكيف بالآخر انقطع هذا الطوق وانقطع معه كثير من الأمور. فهو تعبير مجازي. نعم. طوق اللؤلؤ، يعني مش طوق اللؤلؤ هو البطل. هو بطل الرواية. هو تعبير مجازي عن تركيبة النفس البشرية بشكل عام. كيف لما بتكون بتتحمل، كيف لما بتكون ضحية ماضي أو ضحية ذكريات أو ضحية حنين أو ضحية أي شيء، كيف لما بيجي أي موقف صغير بيفرط هذا السنسال أو طوق اللؤلؤ وما بيرجع مثل قبل، المكان. ما بيقدر الواحد يرجع مثل المكان. عم تحكي عن يعني مشاعر كتير قوية، ويعني بتأثر بكل شخص، عشان هيك حسيتي بهاي المسؤولية وعرضتي الرواية على أخصائية نفسية قبل ما تطرحيها. قدي هي غيرت، خلينا نقول، بالرواية؟ ما غيرت بالرواية، وهذا الإشي أنا فخورة فيه صراحة. صراحة مفروض تكون فخورة. لأنه التحليل اللي قمت فيه لحالي، عشت كتير مع الشخصيات وصرت أحط حالي مكان كل حدا فيهم. قمت بالآخر بتحليل نفسي لحالي آخر رواية، وأعطيتها مصطلحات من عندي هي مش موجودة بعلم النفس، ولكن عرضتها على أخصائية نفسية وهي صديقة، شدى عبد الجليل، بشكرها كتير. عرضتها عليها وكانت معي 100% بكل من أولها لآخرها لوصلت لهاي النتيجة. الرواية مليانة أسئلة يارا، مليانة أسئلة بتركيبة النفس البشرية، هي لأنها مليانة رسائل، يعني رسائل صحيح. مثل بحثنا الدائم عن الأمان والاستقرار. نعم. عمر الحب أنه قصير. نعم. تفهم الآخر وعدم الحكم عليه. هاي الرسائل اللي هي بالذات اخترتي، هل هي مثلا أنت استوحيتي هذا الإشي من قصص أنت مريتي فيها أو حسيتي هالقيم؟ كلياتنا مرأنا بهاي القصص. ما حدا ما مرأ بخذلان، ما حدا ما مرأ بعدم استقرار ولا أمان، ما حدا مرأ بخذلان قصة حب من حدا قريب منا. كلياتنا مرأنا بهاي القصص، أنا وإنتي وكل حدا عم بسمعنا. بس ليه ركزت على هاي الأشياء؟ لأنه هاي الأسئلة حتى علم النفس لم يجد لها إجابات، ما في إجابات حقيقية لكيف إحنا ممكن نحصل على أمان دائم. أنا ما عندي جواب. أنا طرحت هاي الرواية كانت مش بس أسأل وقصة ونقرأها وبس، كنت عم بطرح أسئلة بدي القارئ يفكر معي في إجابات، في عندك إجابة معينة، ارجع افهم مشاعرك أنت من أول وجديد. حصل معك هذا الموقف، تصرفت هيك، طب أنت فاهم حالك؟ طب لو فاهم حالك عارف شو حاجاتك، طب لو عارف شو حاجاتك شو إجاباتك على هاي الأسئلة. يعني هي رحلة في النفس الرواية فعليا. نعم. يمكن في كمان شغلة مهمة نحكيها، أنه جملة عمر الحب قصير اللي ممكن أنت تناولتيها ضمن الرواية، أنت تناولتيها مش من وجهة نظر مثلا خلينا نحكي تجربة، لا، أنت تناولتيها من وجهة نظر نفسية. نعم. أنه علم النفس بيقول أنه المشاعر اللي حب اللي هو ملتهب خلينا نحكي اللي هو بيحس فيها في بداية أي علاقة تطفي مع الوقت، تتحول يمكن لمشاعر أخرى، فهذا الإشي اللي استندتي عليه صحيح؟ نعم صحيح. وشغلة تانية، هلأ علم النفس بحكي لك كان قبل دراسة أنه الحب أول شيء كان 7 سنين، بعدين صار 4 سنين، هلأ صار 2. اللهفة اللي أنت عم تحكي عنها وبعدين بتحول لمشاعر تانية، فهون سؤال يمكن مدرسة تانية بتقول أنه بتحول لمشاعر أخرى مش بيختفي، فيعني بتختلف المدارس. هلأ ممكن عشان ما حد يزعل منا. بس الشخص لازم يتعلم أنه سقف توقعاته ما يكون دايماً عالي، ولازم يتعلم أنه ما في أمان دائم، وما أربط حياتي بشخص ولا بشغل ولا بإشي معين، عشان هيك عشان لما بيصير معه شغلة معينة يقدر يوقف على رجليه.
جملة لا شيء ينتهي، كل شيء سيتغير، فالثابت هو المتغير وفي النهاية ستستمر الحياة. كتبتي هاي الجملة في المقدمة. البعض ممكن يأخذها من منظور التشاؤم، بعض الآخر ممكن يجد فيها الكثير من الحكمة، فأنت وين بالضبط؟ هي مش تشاؤم، هي فلسفة، فيها فلسفة. خلينا نحللها هيك. كل إشي رح، ما في إشي بضل. هلأ أنت أي إشي بيصير، هاي أنا عملت الرواية، رح يجي حفل توقيع الرواية، خلصنا، خلصت، خلص وقتها. بديش أقول وقتها خلص، بس خلصت لهفتها. اللي بعده لهفت الطفل لما بفوت على المدرسة، أول صف، ما بعرف إيش، أول حفلة موسيقية، أي إشي رح ينتهي. الحب كمان، إذا اثنين تركوا بعض رح ينتهي، إذا اثنين تزوجوا وطلقوا رح ينتهي. فعم تكوني واقعية. عم بكون واقعية. بس بالحقيقة ما في إشي بنتهي. أنا قصدي فيها ما رح نموت عشان إشي. يعني ما حدا يقول أنا خلص مش قادر أكمل. الإنسان تركيبته الله خلقه قوي، وبنسى بنسى قد ما بلتي بحياته، بنسى لما بيقرر يحط الحمد بعقله. لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فلما بيقول الإنسان بدي أكمل، بيكمل. صح، 100%. حكيتي خلال حكيك إنه فكرة إنه إحنا ضحايا. نعم، نحن ضحايا. ضحايا ذكريات، ضحايا. نعم. للألم، ضحايا للوقت. لكن هل برأيك أنت وصلتي من خلال الرواية إنه الضحية ممكن كمان إنها تتحول للبطل في القصة؟ يعني مش شرط إحنا نحكي عن حالنا إنه ضحايا، لأنه ممكن نقلب حالنا لأبطال وإنه يكون إحنا ماسكين زمام الأمور. هلأ نحن ضحايا، بس بنفس الوقت ما نسوق فيها. بالضبط. هذا قصدي. عشان هيك طبعا الواحد إذا ضل حاطط إجر على إجر بقول ما أنا ضحية، خلص بصير الموضوع عن جد دراما بصير. فلا، لازم الواحد دائما يتحرك، دائما يبحث عن نفسه. أنا دائما هاي بقولها، يبحث عن نفسه. صدقيني في كتير عالم ما بتعرف شو بدها، ما بتعرف شو هدفها. صح. عم تمشي يومها بس لأنها بتمشي يومها، عندها حظ بالحياة. لازم الواحد يبحث عن نفسه. حابة أقرأ جزء من الخاتمة، لأنه يعني هي يمكن ملخص لكل شيء عم نحكيه وللرواية والرسالة من الرواية. إنها نهاية قصتنا، لكني تركت النهاية لكم، حيث كل شخص يرى بمخيلته واتجاهه كيف ستكون، وذلك لأني أحاول دائما ألا أتورط بالحكم على أحد، وليس الأمر له علاقة بأخلاقي أو أني جيدة أو سيئة، لا، إنما المسألة متعلقة بحقيقة أني لا أعرف أبدا ما الظروف التي مر بها الشخص الذي أمامي، إن كان زميلا في العمل أو أحد الأصدقاء أو حبيبا أو فردا من أفراد أسرتي، وكيف هذه الظروف أجبرته على اتخاذ قرارات ليست من اختياره بل أجبر عليها. وحتى لو حدث وعلمت بتلك الظروف، كيف لي أن أكون مكانه؟ يمكنني إخباره بأني أحس بك تماما، أفهمك، ولكن لا يمكنني ولا يمكن أن أكون في مكانه يوما. يعني كتير حبيت واستوقفتني الخاتمة بصراحة، لأنه قدي مهم أنه إحنا نكون فاهمين بعض ومتفهمين لوضع بعض، وقدي لما الواحد يكون بمرق بوضع صعب قدي بتضايق لما حدا يقول له بفهمك أو بحس فيك. لا، ما حدا حيحس فيي، بس تستوعبني. استوعبني، أو أنا قلتها، إما التعاطف أو الصمت. أسكت. صح. ما تقول ما أنا قلت لك ما تعمل هيك، ما هو صار وخلص، ما رح نرجع لورا. بالضبط. لما بدي أجي أشكي لك همي، أنا بدي أشكي لك همي لأنه أنا عم بستنى حدا يحكي لي كلمة حلوة، أو يقول لي أنا حاسس فيك، أو يقول صح ما حدا حاسس فيه، بس هو بيكون الواحد الإنسان بده يسمع هاي الكلمة، بحس بيشعر بالأمان. نرجع منقول لدائرة الأمان، بيشعر بالأمان إنه في حدا حاسس فيه وفي حدا جنبه. بس إنك تقول له ما أنا قلت لك ما تعمل هيك، لا. فعشان إما التعاطف أو الصمت. فعشان ما تقرري عن القارئ وما تفرضي عليه شغلة، قررتي إنه تخلي النهاية مفتوحة. قررت أخلي النهاية مفتوحة لسببين، السبب اللي أنت حكيتيه، والسبب الثاني إنه أنا وضعت نفسي محل الشخصية اللي هي كانت لازم تاخد قرار، ما عرفت أخد قرار. لأني أنا ولا عمري كنت مكانها للبطلة. حبيت. فسألت حالي عن جد، طب أنا لو هو كان في خيارين ما في غيرهم، طب أنا لو كنت مكانها بعمل هيك ولا هيك؟ ما عرفت أجاوب. فأجى القرار من هون، أنه أكيد في حدا تاني طب ممكن يعمل هيك والتاني رح يعمل هيك. ف
فقررت اني ما انهيها لانه انت مش هي، انت يمكن يمكن خلقتي هاي الشخصيه، لكن نعم. لكن انت مش هي، عشان هي عشان تحترمي هذا الموضوع سبتي الموضوع للقارئ. سبت الموضوع للقارئ، وفعلا في ناس قرات الروايه فعلا لما سالتها اعطتني هاي النهايه، وفي ناس اعطتني هاي النهايه. فهي مليانة تحديات بصراحة، مليانة تحديات كمان أنا واجهتها، لأنها هي محتوى أكثر ذكوري وأنا أنثى، فكنت عم بكتب من وجهة نظر ذكر أو رجل، فكان كتير تحدي بالنسبة لي كيف بدي أحط حالي مكانه وأنا عم بكتب صراحة. يعني هي رحلة لإلك، خلينا رحلة في النفس لإلك وللقارئ، بشهد هذا الإشي. بالحلقة كنا عم نحكي عن تحويل الأعمال الأدبية لأفلام أو أعمال درامية، أنت مع أو ضد؟ أنا ضد أكتر. ليه؟ شوفي يارا، الرواية، ويمكن لأنه أنا كاتب، بشكل عام بحياة الإنسان الخيال بيغذي روحه، وما بقدر الإنسان يعيش بلا خيال. أنت خيالك بتتحكمي فيه زي ما بدك، مش زي الواقع. هون أنا هذا عالمي تحكمت فيه، جوا الرواية عالمي تحكمت فيه. لما بتتحول لمسلسل أو فيلم بتكون في رؤية إخراجية أخرى غير رؤية الكاتب، وبتعدل السيناريو لسيناريو آخر، لما بتروح بعض التفاصيل، بتروح بعض التفاصيل ويضاف تفاصيل مش براس الكاتب أصلا بتكون. فلما بيصير الإشي بنشوفه يعني على التلفزيون، الكاتب ممكن يتضايق لكتير قصص مش هيك أنا كنت بتخيل. أنا كان يعني هو ممكن يعتبره مش القيمة الأدبية نزلت. هلأ في ناس عندها رأي إنه أنا مع اللي هو إنه ممكن الرواية هاي توصل لعدد كبير، لأنه صارت هلأ الدنيا بتحب المشاهدة أكثر من القراءة، وللأسف هذا التحدي الآخر اللي أنا عم بواجهه، صار القراء كتير قلال، والكل متجه نحو السوشيال ميديا ونحو التلفزيون. معلومة سريعة بشكل عام، وين بيقدروا الناس إنهم يلاقوا الكتاب؟ موجودة هلأ متوفرة أونلاين على صفحتي على الانستغرام، بيقدروا يطلبوها. يعني سارة سمور، يس سارة سمور 7 أظن. بتوصلهم دليفري لجميع أنحاء المملكة، موجودة بمكتبة الجاحظ بوسط البلد، موجودة بمكتبة أزبكية عمان وادي صقرة، وموجودة بكافيه فن وشاي وكافيه تموز بالويبدة. تمام، رح يكون في حفل توقيع للكتاب يوم الأحد، فبتمنى لك كل التوفيق، وأكيد وعدتك أنه إن شاء الله رح أكون موجودة. احكي لنا تفاصيل أيمتى ووين المكان. حفل التوقيع رح يكون ب8:08 الساعة 7:30 بمقهى شبابيك البلد. شبابيك البلد مقهى جديد كتير حلو، وبتنورونا، بتنوروا المكان، هو بوسط البلد قبال جميدة خانم. يوم الأحد قلنا 8:08. تفاصيله رح يكون في متحدثين عم بينقدوا الرواية نقد بناء، في الصحفي أيمن الخطيب، وفي الشاعر صالح سودان، والدكتورة اللغة العربية والناقد الأدبية هالة قزع اللي أصلا هي نقحت لي الرواية وكانت أول من قرأها. ورح يكون في أكيد الكتاب رح يكون موجود، بيقدر الناس يشتروه بنفس اللحظة، ورح يكون في هو اللي أوقع لهم عليه، ورح يصير في حوار بين الحضور وأسئلة، ومن عندي رح تكون الإجابة. فمن هون ليوم الأحد إذا بتحبوا بتقدروا تقرؤوها، تروحوا تشتروها وتقرؤوها ويجوا يناقشوكي يوم نعم. الأحد الساعة 7:30 في مقهى شبابيك الجميع. نعم. هل رح يكون في أعمال أخرى سارة؟ أكيد، إيش في إشي عم بتفكري فيه؟ هلا أنا كتبت مسرحية لفرقة القدس للتراث الشعبي، بس أنت بتعرف العمل بياخد وقته، انكتبت، وأنا حاليا هلا في صدد كتابة مسلسل. يا سلام، بس ما رح أحكي أي تفاصيل تانية، بس هي يعني في كتابة مسلسل. طب أوكي، خلينا بس نحكي على الأقل على نطاق محلي. محلي محلي، بس الإنتاج مش محلي. لا شوقتينا سارة. طب بس بدك توعديني انه لما تقدري تحكي عنه بتيجي بتحكي عنه. لا رح اجي احكي عنه، رح اجي احكي عنه، ومعي كمان كاتب رح يكون عم يكتب، صديق
رعد حليق كمان بوجه له تحية. بوجه له تحية، يعني فخورة فيك كتير سارة على مستوى كمان. يعني المهني والمستوى الشخصي كمان، بعرف قدي أنت إنسانة مريتي بتجارب كتير ومريتي بظروف كتير، بس دايما أنت الشخص المرأة القوية، الأم اللي كتير بتحب أولادها وهالقدي عندها عطاء، بس قادرة برضو تعطي شغفها، وهذا مش سهل أنك قادرة توازني بين هدول الشغفين. مش سهل، بس كل واحد بيقدر يعمله صدقيني. صحيح، بيلاقي المكان في قلبه بلاقي. وفي روحه أنه يعمله. شكرا لك سارة سمور، كتير انبسطت بوجودك. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج سبع فنون. كنت معكم الإعداد والتقديم يارا جوبان، من الهندسة الإذاعية عبدالله مهيرات، من السوشيال ميديا هيثم مركاوي، ومن الهندسة التقنية محمد منصير. لقاءنا بتجدد يوم الأربعاء من الساعة 8 للساعة 9 مساء. إلى اللقاء.